صباح الخير على مشاهدي شت الديار وين ما تكونون. صباح الخير زملائي داخل الاستديو. اليوم مثلنا يقول طار الخيط والعصفور. ابقوا ويانا خلي نشوف شنو قصة هذا المثل. ما اعرف قصته، بس هو يضرب مثل بغدادي قديم، يضرب انه واحد لبر كل شيء ما يحصل، يمسح ايده بالحائط. هذا من مثل يمسح ايده؟ نفس الشيء، هو مثل يجر مثل امثال البغداديه. والله هو مثل قديم، مثل بغدادي قديم، بس مثل يعني المثل مات على الميوفي. مثل اذا واحد ما يوفي بشغله يوعد بها يقول ضاع طار الخيط والعصفور. والله هذا المثل انا سامع من اجدادنا، يعني هو مثل بغدادي، بس صراحه يعني ما سائل او ما اعرف هذا المثل شنو قصته، بس هو معناه يعني انه ما تحصل شيء، يعني واحد يوعدك وما تحصل شيء. القصه مالته ما تحضرني، بس معنات المثل انه شخص ما بالحياه هذه لما خلينا نقول عنده 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 تجاره معينه، فمن يسالوا جماعته اصدقائه يقولوا له وين شغلك وين تجارتك، يقول لهم والله راحت، يعني معناته طار الخيط والعصفور، هاي معناته. يعني هو يعني مجموعة أمثلة بغدادية، خصوصا يعني الأمثلة البغدادية أمثلة رصينة لها عمق تاريخي، وهاي الأمثال يعني عدت وصارت يعني مسلسلات. يعني أنا مثلا أمثال بغدادية مسلسل مثل قبل 10 سنوات بذاع مرة العراق، يعني مثلت الأمثال. بس هو له أيضا شبيه هذا المثل، يعني هو مبني قلت حضرتك طار الخيط والعصفور، اكو زرزور كفل عصفور واثنين هم ايضا مثل بغدادي. يعني احيانا واحد يدخل بمشروع معين او بشغله معينه بالنتيجه يعني يفلس من هذا، فيقول ضاع الخيط والعصفور. فاكيد يعني ممتد من عمق تاريخ هذا المثل، والى الى الى ارضيه والى الى يعني اللي كتبه، وهو يعني يقصد بهذا الشيء يعني ويتأول. ممكن مو بس انه على 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 الشخص يفقد يعني اشياء من عنده ويقضى على الخيط والعصفور. الحلو بهذا المثل والامثله البغداديه هي تتأول وهي ترهم كل الحالات اللي يمر بها المواطن العراقي. المثل اكو واحد اشترى لبن عصفور، ظل قال الله يلعب بيه، فاليوم خلاه بالقفص، بعدين طلعه طار العصفور. قال له اجى لابوه، قال له ابويا طار العصفور، قال له ابويا مو قلت لك انت تضل تشلب بالعصفور، ليش خليه يطير؟ فراح مره ثانيه اشترى له عصفور ثاني، لفه بخيط، هم قام يلعب بيه بالعصفور، هم اخذ له فتره، هم العصفور طار هو وخيطه، فانضرب هذا المثل، لا ها طار الخيط والعصفور، فكل شيء ما حصل. ايه ضاع الخيط والعصفور مثل ينطبر علينا حاليا. عرفنا شنو قصة هذا المثل؟ هاي انتقاله في استوديو صباح الديار.